السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بقدرة تدميرية هائلة تمكنها من تعطيل مختلف الأجهزة الإلكترونية للعدو في مواجهة غير مباشرة. القنبلة المغناطيسية أتى تصنيعها ليحدث شرخا وتوجسا لدى القوى العسكرية، خاصة بعد توجيه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون تهديدا مباشرا لواشنطن بنسب حضارتها من الوجود بكبسة زر. يانغ عملت على تطوير هذه القنبلة منذ نهاية الحرب الباردة حتى صارت قوة ضاربة قادرة على إتلاف وتعطيل عمل الأقمار الصناعية وجميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية خلال أجزاء من الثانية، وهذا بعد تفجيرها على شكل موجة أو شعاع مصحوب بتأثير حراري في الغلاف الجوي عن بعد لتدخل المنطقة المستهدفة بعزلة عن إقليمها، راجعة بذلك إلى فترة ما قبل الثورة الصناعية. القنبلة القاتلة للبشر على مراحل ستشل نبضتها الكبرى في حال استعمالها مختلف الأعمال البنكية، وسائل النقل البرية والبحرية، وكذا البنى التحتية الكهربائية والإلكترونية في غمضة عين، حتى أنه لن يكون في مقدور المنطقة المستهدفة تجنب الهجوم مجهول المصدر. ورغم كل مخاطر هذه القنبلة إلا أن دولا أخرى على غرار بكين وموسكو تسعى إلى تصنيعها.